انا طبعا نتكلم هنا من ضواحي مدينه طرابلس، ونحب نطمن اخوتنا الليبيين في كل مكان. اليوم الظهر مرينا على منطقه العزيزيه المجاهده، والتقينا بالشباب غادي واخوتنا في بورشوفانا، والتقيت في جونا حتى مجموعه من نواحي الاربعه، ولفينا في ضواحي وهذه المناطق الملاصقه والمجاوره لمدينه طرابلس. والناس اليوم شفناها الحمد لله امانياتها مرتفعه، وجوني حتى شباب من داخل المدينه من الاحياء الداخليه في بوسنين وفي الغلبه، التقيت بهم وطمنوني على الاوضاع في الداخل. فنحب نطمن الناس ان احنا موجودين وجاهدين قريب وامورنا تمام، والمقاومة مستمرة والنصر قريب. واليوم حتى ايضا اخوتنا ورفلة في بني وليد جتني اخبار ان من اليوم دار اجتماع كبير وقرروا فيه الرد على رسائل التهديد اللي جتهم من حسابات الزردان انهم يا اما تسلموا والا سيتم اقتحام مدينة بني وليد. فاليوم دار اجتماع كبير واخذوا قرار بالاجماع، قال لهم طز فيكم وطز في الناس اللي وراكم، احنا هذه بلادنا نعيش فيها ونموت فيها، وورفلة ما هيش لا خايفه منكم ولا من مدفعكم، ومستمرين في المقاومه والحرب حتى النصر. على الرغم انهم بعد على الطلاق طبعا خذوا رب من الناس، وللاسف الناس ضرب كم بيت في داخل المدينه وماتوا في عائلات بالكامل استمرتهم داخل المدينه، ولكن هم دفنوا شهدائهم وزادهم هذا الا اسرار. طبعا بالنسبه لفزان، هذه فزان متلاحمه كلها بكل قبائلها المختلفه ورا القائد، وايضا كان عندهم اليوم اجتماعات مهمه سمعت بها، وكان القرار نفس القرار، لا في حد بيسلم ولا اصلا حد خايف اصلا من الموضوع هذا. وقالوا احنا حتى جدودنا هم حاربنا حتى الطليان لما كنا حفاية عرايا يوم اليوم. واما فيما يخص بالنسبه للتهديدات في مدينه السرت، نقول لهم تفضلوا ادخلوا مدينه السرت وتو تشوفوا سرت، تحسبوها انتم دخول لها نزهه بحريه، هذه راهو الهيئات. هذه سرت فيها اكثر من 20,000 شاب مسلح، وعندهم مسلحين ومتخنطين وجاهزين، وبالعكس احنا قواتنا احنا فايتين سرت بمراحل، احنا في العجيبه الشرقيه نحقق في انتصارات وفي تقدم، وهم يتكلموا ان بعتلوا سرت. هذا كله حمله اعلاميه لتضليل الراي العام واخلاق الربكه، وبالتالي نطمن الناس انا احنا صامدين والقياده بخير والقائد بخير ومبسوطين، نشرب في الشاي والقهوه وقاعدين في بلادنا مع اهلنا ونقاتلوا ونجاهدوا. ولكن ايضا هناك رساله اخرى لكل اخواننا في طبرق وفي البيضه وفي بلغازي وفي المرج وفي الميتن وفي طرابلس، في كل اماكن نجدين في طفلات، نقول على الجميع يتحرك الان، على الجميع ان يتحرك الان. اي ما تحصل فرصه في عصابات الجردان ما تردش، تلقى بوابه تهاجمها، تلقى موقع تهاجمه، تلقى جرد تهاجمه، لابد من استنزافهم ليل ونهار حتى تتطهر هذه البلاد من هذه العصابات. ويا اخوانا للجميع للكل، كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته، كل ليبي هو معمر الجلافي، كل ليبي هو شيخ الاسلام، كل ليبي هو خميس معمر، كل ما قاد وين ما تلقى العدو اضربه، والعدو راه ضعيف وراهم تكبدوا خسائر كبيره جدا 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 جدا، وراهم الان يلعقوا بجراحهم. واما فيما يخص ايضا باب العزيزيه، نقول للدجيرين الكذابين، باب العزيزيه هذا معسكر تم مسحه من الارض، ضربوه باكثر من 64 غاره جويه على مدار 7 شهور، وانا ومفيش طوبه يطلبوا فيه، وهذا معسكر مفتوح للجماهير والناس، وتم سحب كل جنود المظاهر العسكريه باعتباره يتعرض لغارات شبه يوميه. الدخول لي والخروج منا لا يعني اي شيء، لان هذا كل يوم في حفلات وفنانين وجماهير وناس وخيم واحد، واصلا هو دمر بالكامل وسحب منا كل اي مظاهر عسكريه لانه عرض القصف. لكن الناس تحاول دائما هذه العصابات انها تثير البلبله والخوف والارباك وتربك الناس.
انا نقول انا نقول الناس ما تخافوش، اموركم تمام وجيشكم تمام ومخازن السلاح تمام والقبائل كلها متلاحمه وكل القبائل اللي وجهوا لها انذارات ومدن كلها سمعتم في ترهونه في الخماس في بن وليد في سلات في فزاز كل المواقع بورش الفان النواحي الاربعه الصيعان النوايل العجولات كل القبائل اتصلت بها وقالوا لي راهو جتنا انذارات وتهديد قالوا لنا يتسلموا يذبحوكم وقالوا الرد كل جماعي واتفقنا عليه اللي هو طل فيكم هذه بلادنا ونسلموش فيها ونقاتل حتى اخر طلقه فانطلنا الناس الامور تمام والناس القريب ان شاء الله وهذه بلادنا وهم اللي بيرحلوا هم والمرتزقه بتاعينهم والناس الصغيره يرحل والفرنسيين الصغيره يرحلوا وافضل دليل على ذلك ان احنا هذه الركله بتاع الخونه والعصابات لما تم تدميرها في طريق الشبس طرابلس وسكان طرابلس يعرفوا هذه القصه وجدنا فيها كلهم مرتزقه اجانب حتى مش عرب اصلا جناهم اجانب معهم فهذول الطاقم المرتزقه جايبينهم من كل حال العالم وجايبين انجليز وقوات انجليزيه زي هم اعلنوا عنها وقوات مش عارف منو وطليان وفرنسيس والمرتزقه عمرهم ما يرفعوا الحرب لانهم يقاتلوا لاجل المال وفي ارض غير ارضهم اما احنا نقاتل اجل ليبيا وقاتل مواجهة الشعب الليبي وفي أرضنا فبالتالي سمح لنا انتصروا ونطمن الناس راهي كل القيادة بخير والمتنق وحتى بعض الإخوان اللي عملوا تصريحات في الإذاعة راهم اتصلوا بي لاحقا وراهم تم القبض على بناتهم وزوجاتهم أولادهم وهربوهم يا أنت تقول سرية وسرية وإلا رانك لن تصفي عرفك اضطر كثير من الإخوان أن تحت التهديد أن يصرح ولكن هذا راه لا يعني ولا شيء لأن الناس مساكين قبضوا على وحدين موظفين في الدولة أو بعض القيادات لقوهم في مزارعهم في بيوتهم فجأة الصبح لقوا عصابات نزلت عليهم وقبضوا عليهم رهائن وقالوا له يا يعني لقيت بناتك ولادك يا تقول فهو مضطر يقول فهذا أيضا أحد الحيل بتاع العصابات اللي ما عندها أخلاق أصلا نحب ان 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 نوضحها للجيل ليش ما الناس ما تتاثرش بعض التصريحات هنا وهناك. اما فيما يخص لحلف الناس والغرب نقول لهم انتم اغبى حلف في العالم وانتم ناس مغفلين. انتم الان الحمد لله حتى اللي الان مسؤول عن العمليات في طرابلس وعين نفسه الان مش عارف شنو قالوا لي مهد الحاكم عسكري في طرابلس هذا شخص مش كان في القاعده وانتم قبضتوا عليه السي اي وسلمتوه لليبيا وارهابي المطلوب واحنا عفينا عنه اهو الان هو وزملائه الارهابيين هم يقودوا الان في العمليات فانتم يا مغفلين انتم الان تدعموا في هذه الافاعي وان شاء الله بترد عليكم من جديد لانكم كنتم فعلا مغفلين وانتم فعلا حلف ساذج ومغفل وتدعموا في الطرف وستندموا على هذا ندم كبير جدا. على كل حال في نهايه هذه المراسله نحب نطمنكم باش ناكد للناس ان هذا كلام صحيح. اليوم لما تحركت لورشفان او جبل العزيزيه ولا فنان واحد اربعه حتى الجردان ما عندهمش بوابات ومختفين وهاربين وخايفين وكانوا يقولون هيك بوابات وتفتيش وارهاب وسرقه ونهب للناس كلها خايفه وهارده. واليوم مريت على مناطق وجده في ولاحه طرابلس ما فيهاش اي مظاهر من اعتراض الجردان. فنقول للناس اطلعوا ما تخافوش ابدوا المقاومه كل ما تلقى عدو واجهه استنزاف ليل ونهار ليل ونهار جماعه مسلم الهضبه بقيه شهداء سيدي عبد الجليل 2 مارس وغيرهم من الاحياء الشعبيه المسلحين نظموا ارواحكم وابدوا بالمقاومه واحنا جايين قريبا الى الساحه الخضراء لتحرير ان شاء الله وامورنا تمام والنصر او الاستشهاد والله اكبر. شكرا.